ما علمكم من حد تعمى صوابي وهز قلبي بالعلوم العسيفة من ذو سمعته في مجامع صحابي. قال الخبر دارت معارك عنيفة بالعطوة في السوداء وبيض الجنابي، قتال مؤسف ذو مشاهد مخيفة بين الأقارب آل بيت العنابي. في شط لمريخ البلاد الوصيفة بالري والخيرات والإنسيابي، توطدت سود الليالي الكثيفة وظلم نهار الصبر فيها وغابي. قصيدة كلمة الشاعر فارس صالح المعزبي موجهة للشيخ صدام محمد فارع العنابي وإلى والده وكافة بيت العنابي، وهي تحكي وتعبر بما فيها. يلحنها فايز أبو شمس الكليبي ويعزفها أبو خليل المعافى وإيقاعها الزبيد الفرحان. تسجيلات الفايز أبو شمس دمار خط الحدا جوار مبنى المحافظة. وصوتها كالرعد بين الشعابي. وضوحها كالبدر ليلة النصيفة وصوتها كالرعد بين الشعابي. تعلن صحافتها براسي صحيفة أول صحيفة تنتسب لانتسابي. ويسلم ابني مستحق الوظيفة، ويسلم ابني مستحق الوظيفة فيها وفرسان المدير الحسابي. يا أهل البنات قوى النوصال الرهيفة، ما علمكم من حادث أعمى صوابي. مجامع صحابي قال الخبر دارت معارك عنيفة بالعضوة السوداء وبيض الجنابي. قال الخبر دارت معارك عنيفة بالعضوة السوداء وبيض الجنابي. قتال مؤسف ذو مشاهد مخيفة بين الأقارب آل بيت العنابي. بين الأقارب آل بيت العنابي. في شط المريخ البلاد الوصيفة بالري وبالخيرات والإنسيابي. توطدت سود الليالي الكفيفة وظلم نهار الصبر فيها وغابي. كادت تبع فتنة ومدخل كشيفة لكن ستر ربي ومنزل كتابي. يا أهل المعارف والحلول اللطيفة والباقيات الصالحات الإدابي. القتل فتنة للبلاء مستضيفة والصلح نعمة ما تبيح الرقابي. لا تجعلوا للثار فيكم وظيفة ولا لراي إبليس دعم انتخابي. لولا عقول العاقلين النظيفة ما ترفع الثارات عنكم نقابي. واحد
سقت فيها الجروح الطفيفة وواحد اروى من دمها الترابي سقط شهيدا قبل ما سقط عطيفة مرعي رعاها الله بدار الثوابي قدر عليها الله بموته شريفة ما من مقدر يا رجال اجتنابي لموا قواكم وادفنوا كل جيفة ووحدوا الصفين صف اقترابي الملك لله لا لملك خليفة ولا منافس أو شريك انقلابي قووا قواعدكم تدوم السقيفة وامشوا على ما قلت أول خطابي لا للتخاذل والفعل السخيفة لا للتفرق والغباء والتغابير نعم للم الشمل للم لفيفة بالصبر والوحدة تدل الصعابي يا شيخ صدام الأسود العفيفة يهدوك من قبر العول والروابي أفضل تحاياهم بصورة كثيفة توصل ديارك اعتذر عن غيابي جهز لها يا شيخ مجلس وضيفة حتى تعود القفر تحمل جوابي جهز لها يا شيخ مجلس وضيفة حتى تعود القفر تحمل جوابي الحمد لله أنت هب كل خيفة وأبوك من سجنه خرج والتقابي كل الحمولة لجلي يبقى خفيفة شلوا أبوها حكم شرعي نيابي ما واقف تحيفة والله جعلها في حظوظ اكتسابي يا شيخ صدام السواعد نحيفة لكن بأسرتها عملها مهابي تحيتي لك بالظروف الظريفة لك أنت وأخوانك وأبوك المصابي وأسرتك أهل الجباه القنيفة لهم تحايا كاملة النصابي واللي سعوا صوب الحلول العريفة بالعرف والمعروف دون اغترابي واللي سعوا صوب الحلول العريفة بالعرف والمعروف دون اغترابي شكرا لهم عن كل خطوة مضيفة ضافوا بها للصلح كل المخابي بهاجرة شيخ السنين العجيبة والشيخ صالح صالح ابن العنابي والمعزبي رمز الصفات الحنيفة وأولاد عوسج والجوار الطيابي وابن الحبيشي ضمن الأبطال ضيفة أما أنا ما عاد تحسب حسابي هذا رجال الصلح من دون كيفة هذا الذي لجل صالح تعابي حتى ولو بعض الخطاوي ضعيفة شكرا لها جاءت مجيء السحابي آخر خبر كلمة ضريفة ضريفة ما مفتجع يدي من الحرب نابي ولا كلاشنكوف مثل القذيفة ولا صمودي يستاوي وانسحابي تمت ولا لنا
الرقص فيها وكيفه. صلوا على المختار وانتم رضابي. صلوا